حشر. هلا يا ابو غازي، صبحك الله بالخير. انتو السامعين بالنور والعلم الزين، الله يحييك تحيه المطر. اليوم وين وردت؟ يوم وردت للعده القريب هذا المال جيت. ما شاء الله ما شاء الله، والله نسرع علي ما رقت تعذرني. فاقد اللي ترقد عنه ما نسجلها الاسترا تنساها، بكره اللي جيتك تقول انا رحت انا من امان ما حسبتها. سجلها الورده اليوم انك رقت، يوم ان غازي مطري عندها. غازم طيري بغى يخاويني وبغى يدلل ليات وبغى يشغل الماطور طلع. علوم ليل، علوم ليل، ميرادك غازم طيري طلع علوم ليل. نقت الرجال ضربته على البعير. وديتوني بنقت الرجال الجربه هذه مدري على البعير من. الرجال اخذته حشوه. ما لقيته في المراح. هامله يقولون هامله عن الدوج على العجب والدوج. شقع بشرح. من رعيها. الدوج على العجب نانتي ولا حتى يسمى. من رعيها يا مخي. الناقه مثل رعيها. كل ما جت فركوت نوطتها والله انها اشكاليه. وهفا الحين غرتها يا مخد العفش، هذه نهايتها. والله لو اني قاعد مع مجموعه القدام الشيبان انها برك واسعد، على الاقل اختم لي ناس فيهم اجرك بارسن. لكن الحين اختم لي ناس شباب، الواحد ما يعرف وين يحط شنطته، باقي يحطها على مرتبه السايق. والله لا يبلانا. بعدين نفسيتي سدت يوم حشوي لي 5 سنين ناقتي تلد، واخر شيء حايل ناقت، حايل ناقتك السنه هذه ما عشرت، كذب ما عشرت كذب. وين راحت؟ وانا ما في بعير ما ضربها ناقتي هذه، والحاصله ما استفدت. بعدين اضربها على بعيرين الجانه، لكن الله ما يضيع حق احد. يلا يا احمد يلا عطنا الشرطه الثانيه. شوي شوي لا تعورونها يا بدر. ما تعرف العقال؟ انت بعتها؟ ايه. لا خلاص لا تشغلني، خلنا نحمل. كيف تسوي؟ والله ما ودي ابيعها، لكن وش اسوي؟ اقول لكم دراهم حاطه في مخباك ماليه وتحملوها بشوي. شويش بشويش لا تعورها يا اخوي، خلها لا تصل يا بدر. خلها لا تصل راعيها وبكيفها. طيب اوكي ان شاء الله راعيها. باقي ما حول الفلوس. الله يبارك لها ان شاء الله. هذه بنت ناقتي. انا جانا ومن اغلال بالله. واحد. زين زين يا بدر، شوي شوي يا بدر. طيب امشي يا عم مخلد يا بندر، وان شاء الله ان وش تبي نسوي؟ انا الونش دليها دليها، وترى غرق عانا حفنك راعيها. الله يبارك لي شراها، ما عرفت ارغى غير يوم ظهر عليها اشكالك. والله من خير تنياقي، خير تنياقي، خير البكار. لكن وش تسوي؟ ذبحتنا المصاريف وذبحتنا، خلنا نفك خدماتنا ونعين خير يا ابن الرحمن. اقعد تبيع بنت الطرخه وتقول المصاريف. ان شاء الله تتعشر هذيك وامها وتجيب يا بنت هباده، ما هي بالطرخه. اي بنت هباده. انا ما دام الدنات اللي شفتها تحمل فم راح اقوم الخبط. والله مالك حيل يا اخوي، نتني بعبتي يوم شفتهم يحملونها، مع انهم خسرتني نار ما ودي لهم يحملونها. بالعطايا الله ما تبغى نرد لها الجاليه؟ لا لا بعت خلاص، النية مطية. كيف بدنا حفر الباطن؟ خلا تروح على حفر الباطن وانا تروح معسم. الله يبارك لك ان شاء الله، وانت الله يخلف عليك بطيب وزوده بعرك. زوده تسيب ذبحت انا الخسائر، ذبحت الزوده. والله انك ما انت في دنيا قنت، وانك خسارت مره انت براسك. غير قمله ولا لا حتى حملك معك. انت على مك توايق، حط لها فرشه ومزبطها. قال عليها تعور، الله يبارك الرعيه. الله يبارك لي ان شاء الله. والله ما انت في دنياك، اذا جيتني قمت تخمس عن مصاريف اكلتنا، من خدماتنا، بيع بيع بيع. ها انا البيعها يا بندر. انا تباني اكل المر واجلس؟ ايه اكل المر زي الرجيل انت. يا بالله يا بالله يعوضنا يا رجال يا هذا، والدنيا بخير. وش رايك الواصل؟ سلامك سنين خلاص، وشيء بعته خلاص لا عاد تحسف عليه. انا ما علي ماني متحسف، الله يبارك الرعيه. ابي بعدين ما عاد يبيع يا ولد الحلال. رجال يا هذا، والدنيا بخير. وش رايك الواصل؟ سلامك سنين خلاص، وشيء بعته خلاص لا عاد تحسف عليه. انا ما علي ماني متحسف، الله يبارك الرعيه. ابي بعدين ما عاد يبيع يا ولد الحلال والمال يفنى والنشام تجيب، شيء راح خلاص يا ابن ما عاد على لا تحزن يا بندر. انت حرام، ما انت بجايب لنا نياق، ولا انت بجاي غير طبعا يردها بيع حلال طبعا يردها. ما انت لو اقول لك رده ما رديت خلاص. الله يبارك تمت الباع، الله يبارك. هذا علامه ابو شوق ضيم علي التضيمه هذا. من هو بندر؟ صحيح. انت ليش تبيع يلي فيه؟ ترك ما عندي سالفه عنك، بعتها اخذت لك دراهم واجد، احمد ربك على النعم. يقول ما تجيب، اصبر كل سنه يقول اصبر تجيب طيب. كذاب هذا، ما عليك منه دجي بس ما يفهم. انا جمعها نقول بيع بيع له 5 سنوات، السنه الجايه يا خوي لا لزم الناقه ولا الحاشي ما عاد يفك. لا وقال ابا 70 80 اذا جبتها، قال لا زياده لا 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 طبعا. يا طبعا. ورا 100 لا
طماع. بسم الله الرحمن الرحيم، بيع والدنيا تبا والآخرة تبا والدنيا بخير. والله إن ضيم علي أعوذ بالله. لا ما عليك، لا ضيم، لا يضيم عليك كل شيء. والله لو تشوف يوم فتر يديني فتر يديني عندك. أشوف أنا ولا مستظهر كنا ما عليك. مخلد. أخطيت. يلا قال أخطيت أنا أول لا تهامل عيون يا بابجي.